السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، أكبر مشكلة وأكبر معضلة يواجهها الناس اليوم في عالم الإنترنت اللي عاد هو حياتهم ومأكلهم ومأكلهم ومشربهم، أكبر معضلة هي أن واحد يتفرج ويشوف الشي اللي راك تخدم فيه في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في انستغرام ولا في اليوتيوب. يعني انت ماكش هاني، راك تحاول تكون تخدم خدمتك بلا ما يطلع عليها اي واحد، لكن هناك ذئب ومتلصص عليك راهو يترصد لك وكيفاه، ويقدر يختاركك هذا الهاكر بأي طريقة بأي طريقة بأي طريقة. ولذلك مهمش اخترعوا هاد لي زونتي فيروس هادو ولا الانترنت سيكوريتي ولا الانترنت سيكوريتي توتال، هكذاك اخترعوهم اعتباطا او كما يقولوا دروحهم، راهم اخترعوهم لانهم يديروا المستحيل باش يحميوك من هاد الهاكر، من هاد الناس المتلصصين، من هاد الناس اللي راهم يحوسوا يطلعوا على خصوصياتك، على رسائلك، على الكاميرا، الويب كام، على كل شيء. إذن نحط موضوع قدر الإمكان، يعني نحاول فيه أني نوضح الرؤية، ولكن المرة الجاية إن شاء الله راني نحط موضوع بالتفصيل بالتفصيل الممل. إذن تقبلوا تحيات أخوكم أبو محمد عمار إلى جيجل عرس بدي خطاب. تقبلوا مروري وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش يا جماعة الخير، أبوني، سبسكرايب. نتمنى إن شاء الله ما يكونش هذا صعيب عليكم بزاف، بل إن شاء الله بها نزيد نعطيكم حوايج يعني اللي ما تتوقعوش أنني نقدر نحطها منكم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.